أصدقائي في ورشة رسام صغير، نتمنى تكونوا بخير وبأمان. كيف ما شفتوا في الحلقات السابقة، حاولنا أننا نتعلموا عدة أشياء من خلال الأشكال الهندسية، واليوم غادي نحاولوا نتعلموا كيفاش نرسموا قايد. واجدي يلا نبدأ. نتمنى تكونوا استفدتوا أصدقائي الصغار من هذه الحلقة. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم الحلقة القادمة. إلى اللقاء.